اهلا بيكم مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم في جزئنا الثاني من حصاد النهارده. هنتكلم دلوقتي عن عقوبه الاعدام، وهي العقوبه اللي بنلجا فيها، يعني ده اقصى درجه في العقوبه. طبعا ما هو ما فيش حاجه بعد الموت، يعني احنا في ايه بعد كده من عقوبه؟ طيب مشاهدينا الكرام، يمكن اخر حكم بالاعدام هو الحكم اللي صدر على 12 متهم تقريبا، وكان الكلام ده يعني امبارح او اول امبارح، على يعني الناس اللي هم يعني قتلوا او اللي كانوا طبعا سبب في استشهاد اللواء نبيل فراج في احداث كرداسه وحاجات كثيره جدا، وايضا كمان تخطيطهم لان هم يعني يقتلوا ايضا كمان مجموعه من الضباط الاخرين، يعني كانت يعني اهدافهم كانت اوسع بكثير من اللي حصل. طب حاجه زي كده مش تستاهل بقى حكم الاعدام؟ مش تستاهل ان احنا نتخلص من الناس دي اللي هي بالفعل بتضر بالمجتمع ضرر مباشر وضرر بليغ؟ يعني ناس زي دول اعتقد يعني انا بتكلم دلوقتي مش كاني واحده هبدا حوار، لا انا بتكلم كاني مواطنه، احساسي بان الناس دول ما عادوش ينفعوا انهم يتعايشوا بسلم وامان معانا في نفس المجتمع. اراء كتير قوي حول هذه العقوبه، بس الاراء اللي احنا هنتكلم عنها مش بس في مصر، احنا هنتكلم عن الاراء الدوليه ايضا، لان هناك من يتشدق بحقوق الانسان يقول لك لا دي عقوبه ضد الانسانيه، فيبقى في حكم بديل وهو الحكم او السجن مدى الحياه. ازاي يعني؟ امتى عقوبه الاعدام تبقى عقوبه رادعه، وامتى نستخدمها، وامتى تؤثر في المجتمع بالحد من الجريمه؟ ضيوفنا الكرام هنتحدث معهم في هذا الموضوع. هنتحدث مع الاستاذ هاني طنطاوي، المحامي وماجستير في تسهيل اجراءات التقاضي. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك. ايضا كمان الدكتور مجدي حسين نجم، استاذ القانون الجنائي بجامعه القاهره. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. الحقيقه منورنا ومشرفنا. جامعه القاهره. استاذ قانون جنائي بس مش في جامعه القاهره. امال حاصل على الدكتوراه من جامعه القاهره. من جامعه القاهره. يعني اقول حاصل على الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعه القاهره. تمام. كلامنا دلوقتي هيبقى عن اشد عقوبه ممكن يعني انها تمارس بحق مجرم. عقوبه الاعدام، هذه العقوبه عندنا احنا في مصر الى اي مدى بيلجا لها القاضي او بيلجا لها القضاء؟ امتى ممكن ان احنا نقول ان خلاص هنا ما فيش حل لهذه الحاله الا الاعدام؟ ابدا بحضرتك يا فندم. بص حضرتك، عقوبه الاعدام دي بتيجي في يعني في مراحل كتير، مرحله القتل العمد، مرحله الخطف، الاغتصاب، يعني السرقه بالاكراه، كل ده بيشمل جرائم اللي هي بيعاقب عليها بالاعدام. نعم. الاعدام او القتل دوت او ما يناسبه لازم يبقى فيه تناسب لرد الفعل بتاعه. يعني انا عملت جريمه يبقى لازم رد الفعل بتاعها الجزاء بتاعها لازم يؤدي لعقوبه الاعدام. طيب القاضي امتى بيدي الاعدام؟ لما بيلاقي ان الركن المادي والمعنوي والقصد الجنائي في الجريمه متوفر لجريمه القتل او ايا كانت الجريمه، فبيتحقق عن طريقها الاعدام. هو ده يعني محور جريمه او عقوبه الاعدام. طيب دكتور، يعني احنا ما بنقولش راينا في القضاء. تمام. وعندنا القضاء في مصر الحقيقه كلنا نفخر بالقضاء المصري. مصر شامل. قضاء شامل. ما نقدرش نتكلم فيه والحد عنده وكلنا نسكت خالص. ولكن امتى نقدر نقول ان هذه العقوبه او سن مثل هذه العقوبات على احداث بقى مختلفه او حالات مختلفه ممكن انها تاثر في المجتمع، ممكن انها تفيدني انا كمواطن احس بامان ان انا مش هشوف جريمه من الجرائم المختلفه الا على اختلاف اشكالها وعلتها؟ بالنسبه للمشرع المصري في جرائم القتل العمد مع سبق اسراء والترصد، جرائم هو استاذ هاني حصل لبس عنده، هو قال جرائم الخطف. الخطف الخطف او الاغتصاب لوحده لا، دي اشغال شقه مؤبده، لكن لو اقترن جنايه بجنايه او جنايه بجنحه، يعني ايه خطف مقترن باغتصاب، القاضي بيحكم بالاعدام. القتل بالسم، الجرائم المضره بامن الدوله من الخارج او من الداخل، هي حاله واحده بس في القانون اللي هي الجنحه، ممكن القاضي يحكم بالاعدام في جنحه. ازاي حضرتك؟ لو احد الشهود شهد شهاده زور تسبب عنها صدر حكم باعدام على متهم ثم تبين براءته، في الحاله دي القاضي بيحكم على الشاهد شاهد الزور بالاعدام. طب القتل بالسم، دي ما فيهاش اي لا سلاح ولا حاجه، بس القتل بالسم ده بيدل عن ايه؟ الخسه والغدر.
فعشان كده القضاء بيصدر حكم بالإعدام. لكن معنى كده دكتور ان ممكن يكون في حاجه بتفضي الى الوفاه، لكن لانه ما استخدمش فيها العنف ممكن ما ياخدش اعدام، زي القتل بالسم، الجرائم المضره بامن الدوله، التجسس والتخابر. نعم، بيقضي فيها بالاعدام. القتل العمد، القتل العمد اشغال شقه مؤبده، لكن لو مقترن بسبق قصور وترصد بيصدر حكم بالاعدام. طب ايه الفرق بقى يا فندم؟ نعم، ما هو انا قتلت حد قتل عمد، اذا انا يعني لو في لو في مشاجره، لان انا يعني اقتله، لا لو في مشاجره وانا قتلته اثناء مشاجره، ده قتل عمد. لكن سبق الاصرار والترصد اللي هي ايه؟ التروي والتفكير والاعداد والكلام ده كله، يعني ايه؟ انا بقعد بالليل بفكر بقى هقتله ازاي وبجهز الكلام ده كله، فده فكر وتروى وكل الحكام ده، فده سبق الاصرار والترصد اللي هي عنصر نفسي وعنصر بيصدر حكم الاعدام. لكن لو قتل عمد بس اشغال شقه مؤبده. بس في جرائم عندك مثلا ايه؟ جرائم اغتصاب، نعم، دي اشغال شقه. المفروض الاغتصاب دوت اعدام، تغليظ عقوبه على طول اعدام. لكن بيصدر حكم بالاعدام في اغتصاب لو في خطف مقترن بايه؟ باغتصاب. بيصدر حكم بالاعدام لو في خطف. ما هو طبيعي المغتصب علشان يعمل هذه الجريمه خطف، لازم هيخطف خطف. لكن لو لو اغتصب بس بدون خطف، بدون اقتران، يعني جنايه بجنايه او جنايه بجنحه، اشغال شقه مؤبده. يعني لو كانوا مثلا هما الاثنين موجودين في مكان بطبيعه الحال، هو في قصور، في قصور في التشريع في الجزئيه دي، المفروض الاغتصاب او الزنا اعدام على طول، مش لازم يكون مقترن بخطف. طيب استاذ هاني، معنى كلام دكتور ان احنا عندنا المنطقه اللي بنستخدم فيها هذا الاجراء العقابي ضيقه قوي، يعني احنا بنتروى قوي في اتخاذ هذا الاجراء. حضرتك شايف ايه فات؟ بص حضرتك، عشان احقق الامن يبقى لازم اعمل رضع. فالرضع بتاعي دوت لازم يساوي للجريمه. يعني حضرتك الاغتصاب، الاغتصاب ده لازم يساوي ليه اعدام. ده من غير نقاش. يعني اهم حاجه في الاجراءات الجنائيه ان هي يبقى في سرعه تداول الاجراءات الجنائيه، ان خلاص هو ده المغتصب، وابدا على اساسه ان انا احاكمه بعقوبه الاعدام. المشكله في اجراءات التقاضي ان هي بتاخد مده زمنيه مطوله. فبتخلي المجتمع يعني ما بحسش بالامن. لا، انا لازم احقق الرضع ولازم انفذ الجزاء دوت في مكان عام. ليه؟ على اساس ان كل واحد لو هتسوي ليه نفسه ان هو هيفكر ان هو يعمل الكلام ده، لا، يبقى عنده حاجه اسمها رضع، يخاف، يقول لك لا ده واحد اتحصل فيه كذا كذا كذا. هو ده اسلوب الامن المفروض اللي هو يتبع في مصر، او ما يتعلق ان هو بالشريعه. لان هو ربنا سبحانه وتعالى المشرع الاعلى لما حط موضوع الحدود فجعل ان المفروض ان ده يساوي ده. فلما بنحقق الرضع في الموضوع ده كله هو بنساوي العقوبة. تمام. دكتور مجدي، حضرتك شايف ان احنا كمجتمع المفروض بتحكمه قوانين وفي اجراءات لاخذ الحق من يعني المجنى عليه من المتهم للمجنى عليه، يعني ان انا عايزه اجبر خاطر المجنى عليه. المفروض ده طبعا هو في اي مجتمع يكون، يعني كل يعني دي سنن حياتيه او سنن بشريه المفروض انها تكون بتحصل. حضرتك شايف يا فندم ان احنا الاجراءات الرادعه اساسا في المجتمع عندنا في مصر هي اجراءات يعني سليمه بتمارس بشكل ايجابي بتديني انا الامان يا فندم؟ حضرتك شايف ان الردع عندنا في الشارع المصري جيد؟ يعني تقيمه ازاي؟ هو اقصى عقوبه او اقصى عقوبه للمتهم هي الاعدام. فالاعدام ده ردع للجميع. بس انا بختلف مع الاستاذ زاني في حاجه معينه، هو بيقول ايه المفروض يكون في سرعه. لا، الاعدام ده ازهاق روح المتهم. فالقانون بيضع ضابط معينه منها ان لازم يكون الحكم باجماع الاراء. يعني ايه؟ لو محكمه الجنايات احد الاعضاء رفض الاعدام بينزل للعقوبه الاقل اللي هي اشغال شقه مؤبده. بعد كده لازم ياخد راي المفتي. مفتي الجمهوريه. مع ان راي المفتي ده راي استشاري وليس مجدد المحكمه. بس لو المحكمه اصدرت حكم بالاعدام بدون الرجوع للمفتي في بطلان. لازم تستطلع راي المفتي. بس المفتي لو رفض الاعدام من حق المحكمه ايه؟ تصدر حكم بالاعدام. ممكن المتهم ما تعانش من النقط. فالنيابه بتعرض الموضوع على محكمه النقط. لازم كل السبل دي كلها المتهم يلجا لها. لا، ده ازهاق روح. صحيح. وبعد كده بيلجا لرئيس الجمهوريه، ممكن يعفو عن العقوبه او ابدال العقوبه او تخفيضها.
طب دكتور، احنا دايما نسمع لما الاوراق تحال الى فضيله المفتي ما بيحصلش، بيبقى على طول بعدها الاعدام. هل ده يعني هل المحكمه بتعمل هذه الاجراء الاستشاري زي حضرتك ما قلت؟ ان راي المفتي هو استشاريا وغير ملزم، غير ملزم للقاضي في الحكم. هل ده يعني بيبقى علشان المحكمه تطرق كل الابواب؟ يعني انا حتى كمان بتبقى دي خطوه نهائيه في الاجراء الصارم ده اللي هو حكم الاعدام، لان انا يعني ما اعرفش، احنا عمرنا ما شفنا ان الاوراق بتحل فضيله المفتي وبعد كده ما بيتعدمش المتهم، مش كده يا فندم؟ ولا حصلت قبل كده؟ لا لا، راي المفتي راي استشاري غير ملزم للمحكمه، بس هي بتبقى يعني بتبقى المحكمه بتبقى مقدره في النهايه ان هي هتعدم هذا المتهم فبتعمل هذا الاجراء. طب هو بس حضرتك راي المفتي دوت لاطفاء الصبغه الدينيه على الحكم. لكن هو غير ملزم للمحكمة. بس لازم المحكمة تستطلع رأي المفتي. طب ومش لازم تقول إيه إن أنا استطلعت رأي فضيلة المفتي والمفتي إيه رفض الإعدام أو أيد الإعدام. هي أهم حاجة تقول إن استطلعت رأيه، لكن رأيه غير ملزم. غير ملزم. وغير جائز إثباته في محضر الجلسة. في هذه المرحلة في نقد يا فندم؟ فين؟ في نقد بقى في العقوبة؟ ولا من حق برضه المتهم إن هو ينقض الحكم؟ ده لو ما نقضش النيابة بتنقض الحكم. بيعرض الحكم على محكمة النقض. ده حضرتك ده اعدام، يعني اذا روح المتهم نفسه. وبعد كمان يعني النقض، لو النقض اترفض بيعرض الامر على رئيس الجمهوريه يا اما يبدل العقوبه او يلغيها او يخفضها. نعم. الامم المتحده نفسها لحقوق الانسان قالت لازم يعرض الحكم على رئيس الجمهوريه، لازم المتهم يسلك جميع السبل. النقض وكل الحالات دي حضرتك. نعم. طيب استاذ هاني، انا عارفه انا فاهمه قصد حضرتك، يمكن دكتور مجدي هو حب بس يستوضح حضرتك. كان رايك ان الاجراءات صحيح كلها كامله تتبع، لا مش هنسقط اي اجراء من الاجراءات، ولكن كان رايك سرعه اجراء هذه الاجراءات، مش كده يا فندم؟ اكيد طبعا، يعني بدل ما تاخد شهور وسنين لا يبقى في تداول على طول، حتى المجتمع يحس ان الدولة بتتخذ إجراءات قانونية. أطول قضية تم الحكم فيها ويمكن حضرتك عاصرتها أو شفتها كان المدة قد إيه؟ لا بتاخد فترة زمنية كبيرة يعني. يعني حوالي سنتين. سنتين. أقصاها سنتين. حوالي سنتين. ولا في قضايا بتبقى أكبر من كده؟ لا حوالي سنتين حضرتك برضه. هو في رأي اللي هو بيطالب بإلغاء عقوبة الإعدام. بيقول لك ليه؟ بيقول إن أحيانا قد يصدر حكم بالإعدام وتثبت براءة المتهم. بعد الاعدام هنعوضه ازاي؟ فالراي ده بينادي بالغاء بحكم الاعدام. نفس الراي بيقول لك ايه؟ ان المجتمع لم يمنحه الحق في الحياه، فكيف يسلبه الحياه اذا ما ارتكب جريمه؟ ده اللي بينادي بالغاء حكم الاعدام. لكن احنا حضرتك احنا هنا في مصر في جرائم زي احداث كرداسه. نعم. احداث كرداسه قتلوا الضباط وشالوهم في عربيه نقل ولفوا بيهم في كرداسه. ده ما ياخدوش ياخد 20 ياخد اعدام. قضية مأمور اسم المنيا ده برضه اللي قتلوه وشنعه بجثته. نعم. ما ياخدش اعدام ياخد اعدام. عندك المانيا والولايات المتحده الامريكيه اعترضوا على تطبيق حكم الاعدام في مصر، حتى في هذه الحالات القاسيه. في هذه الحالات القاسيه. نعم. احنا كمصريين مش من حقنا نعلق على احكام القضاء. تيجي المانيا والولايات المتحده الامريكيه يعترضوا على تطبيق حكم الاعدام. طبعا ده غير جائز. وتدخل في القضاء المصري. وتدخل في سيادتنا احنا، في سيادة الدولة المصرية. لأن هم كل دولة ليها السيادة الخاصة بتاعتها، إحنا لينا سيادة خاصة بلينا، ما ينفعش يتدخلوا في أمور القضاء بتاعنا. إزاي؟ طبعا كلنا بنرفض هذا التدخل، لأن كل دولة أدرى بشؤونها، يعني إحنا عارفين كويس قوي إيه اللي بيحصل في البلد، وكل دولة برضو كمان أدرى بشعبها إيه اللي ممكن يكون رادع ولا لأ. يعني زي ما قال دكتور مجدي إن هناك يعني هنقول مثلا تشريعات أو هناك منظمات لحقوق الإنسان بتنادي بإلغاء حكم الإعدام من بابه كله على بعضه، وأن يكون الحكم الأقصى حكم أو أقصى درجة في الحكم هو السجن مدى الحياة. طب ما هو ده عندنا في مصر ينفع؟ ده مجدي عندنا. يعني هاخد برضو رأيكم الاثنين، هاخد رأي حضرتك أستاذ هاني ورأي دكتور مجدي. حضرتك هتحس بالأمن لو اتلغى عقوبة الإعدام؟ أنا مش هحس بالأمن. فأنا بطالب دايما بعقوبة الإعدام. إلغاء عقوبة الإعدام ليه؟ لا، أنا عشان أحس بالأمن أعرف إن القاتل يقتل. يعني في تناسب للفعل رد الفعل. نعم.
حتى المجتمع نفسه هيحس ان في عداله، اما بالطريقه دي مش هيحصل عداله. برضو بنحاول قدر الامكان ان احنا حتى كمان في احكامنا القانونيه ان احنا ايضا كمان ننظر للتشريعات السماويه، يعني كل التشريعات السماويه لم تلغي حكم الاعدام ولكم في القصاص الحياتي. نعم نعم يا دكتور، عشان كده الدول العربيه كلها بتطبق الاعدام، لكن الدول بتطبق القصاص ايضا. القصاص على المراه، ما هو الاعدام هو هو القصاص. نعم لكن في الدول الاجنبيه مثلا الولايات المتحده النمسا بلجيكا ما عندهمش اعدام، وده غير قانوني خالص. لا هو يمكن في فرق بيننا وبين الدول العربيه، هو ان هم بيسمحوا للناس انهم يجوا يتفرجوا على الاقتصاص، عمليه العلنيه. نعم زي السعوديه، زي السعوديه اللي عندنا، زي السعوديه. كتير. هو في الراي ده كان في راي قال لك ان المفروض ايه الاعدام يكون في مكان علني. الراي التالي قال لك لا، ده بيعتبر فيه نوع من التشفي. فالعلانيات غير مطلوبه. بدليل ايه؟ الجرايد والنت والاعلام والكلام ده كله بنشر الكلام ده كله. انا النهارده وانا جاي قريت ان تم تنفيذ الاعدام على اللي هو قتل بنت الممثله اسمها ايه؟ المغنية مطربة ليلى غفران. ليلى غفران تم تنفيذه النهارده. فالاعلانيه ديت غير جائزه. يعني حضرتك بترفض ان يكون علني، ان يكون علني. نعم. بدليل ان عن طريق النت والتلفزيون والكلام ده كله بيذاع. انا بختلف مع الدكتور مجدي في لازم العلنيه. شايف الاعتبار شايفه لا لازم العلنيه. لان احنا دلوقتي في مرحله انا بسميها فوضى. فاحنا لازم نحط زي ما بيتقال النقط على الحروف، ان انا لازم اعرف ان المجتمع ان في تطبيق للعقوبه بتاعتي. وادي العلنيه بتاعتي، وادي الكلام ده كله. طب في مرحله معينه انا هقول لحضرتك يا استاذ هاني جزئيه اخرى. ان زي هم ما طبقوا الجريمه بهذه العلنيه وبهذا الشكل الصارخ وتمثيل الجثث، ايه رايك يا دكتور؟ يعني هم زي ما هم ما مشوا بعربيه كده وحطوا الجثث وفرجوها للناس كان شيء يا مدعاة للفخر، يعني في دي العلنيه مطلوبه. هل ممكن ان احنا نطالب بهذا الامر ايضا يا دكتور؟ في الجرائم اللي هي جرائم مثلا زي اسم كرداسه، اسم المنيا، خطف الطفله هي زينه بتاعت بورسعيد، ده العلنيه مطلوبه. جرائم التجسس المضره بامن الدوله من الخارج او من الداخل برضو العلنيه مطلوبه. العلنيه دي بتحقق الرضا العام للشعب كله. نعم. يعني السعوديه كل يوم جمعه، كل يوم جمعة في ساحة بتأثر. وكل أنواع الاختصاص يا فندم، حتى قطع يد السارق وما إلى ذلك. هنتطرق بقى يعني لعقوبات أو لجرائم أخرى. إحساسنا إحنا كمواطنين وكشعب إحنا عايزين فيها حد الإعدام، على الرغم من إنها لا تطبق فيها الإعدام. جرائم الاغتصاب، جرائم هتك العرض، هتك العرض كمان. لأن التحرش. التحرش اقصى عقوبه الوقت ليه 6 شهور. لا المفروض دي مثلا مش اعدام، مش هقول اعدام بقى، التحرش اقل من الزنا والاغتصاب 3 سنين. يعني المفروض يتشدد العقوبه في جرائم مع الخطف دوت، ما الخطف قد يؤدي للايه للقتل. المفروض اعدام. الاغتصاب المفروض في اعدام. في برضو جرائم معينه جنحه، يعني مثلا احيانا انا بقيس على الشاهد اللي هو شهد شهر الزور وتم صدور حكم بالاعدام وثبت ان هو المتهم بريء. احيانا قد يصدر حكم بناء على تحليلات مباحث، تحليلات مباحث تقول ان المتهم ده هو اللي قتل، ويصدر حكم بالاعدام ويثبت براءته. انا بطالب ان الضابط في الحاله دي يصدر حكم بالاعدام عشان يراعي ربنا في شغله. مين اللي هيصدر حكم بالاعدام يا دكتور؟ نعم، مين المفروض؟ القاضي. محكمه الجنايات. محكمه الجنايات. وبعد طيب. كده محكمه النقض بقى، يا اما تأيد الحكم او ترفض الطعن بالنقض. طب استاذ هاني برضه حضرتك بتؤيد هذا الراي؟ لا انا بقول نغلظ العقوبات في حاجتين مهمين دلوقتي في المرحله دي. حمل السلاح والتحرش. حمل السلاح فقط والتحرش. طبعا السلاح غير مرخص اكيد. طبعا السلاح بانواعه، سواء كمان يعني سواء كان سلاح ابيض سواء كان ناري. لا لازم في المرحله دي لازم اغلظ العقوبه بتاعتها. بس احنا جينا فتره يا استاذ هاني كان في ناس كتير قوي بتشيل اسلحه وهي ما هياش مجرمه ومش في نيتها انها ترتكب جريمه، ولكن للدفاع عن النفس، لان احنا كنا بنعاني من الدفاع عن النفس. يشوف معينه يرخص. مش كل واحد يشيل السلاح للدفاع عن النفس. وبرضه بقى انا بختلف مع الاستاذ هاني وبقول غلظ العقوبه. هي العقوبه اصلا مغلظه، يعني ايه؟ السلاح المششخن اللي هو الالي عقوبته اشغال شقه مؤبده. السلاح الغير مششخن اللي هو الطبنجه عقوبته من 3 ل 15.
السلاح اللي هو العادي اللي هو الفرد الابيض الفرد الخرطوش لا ده ده 6 شهور الفرد اللي هو الخرطوش من 24 ساعه 3 سنين والمشرع غلظ العقوبه في حوالي في 2012 كان زمان القاضي من حقه ينزل بالعقوبه الاقل الرأفه يعني ممكن يدي 6 شهور اللي هو لحد الان دلوقتي لو الجريمه ثابته ضد المتهم ياخد 3 سنين لو احرز طبنجه اللي هي مشخنه 15 سنه سلاح آلي اشغال شقه مؤبده ليه هو مفيش حاجه اسمها دفاع عن النفس دفاع عن النفس دي ليه شروط معينه اقدم طلب للمديريه وترخص لي لو هي شايفه الشروط ديت متناسبه معايا لكن انا عشان اشيل سلاح وانا مش مرخص فده مبرر ان ممكن اقتل فعشان كده ليها شروط معينه يجب تتوفر فيه طب ما جايز الاجراءات مثلا مطوله يا دكتور مجدي نعم؟ جايز الاجراءات مطوله او جايز ان فيها نوع من انواع الصعوبه فالناس بتستسهل انها تشيل السلاح مثلا انا بتكلم على كل النواحي الاجراءات اخبارها ايه في عمليه الترخيص لا الاجراءات لو الشروط دي متناسبه مع طلب الترخيص بيترخصوا ورخصوا الفتره اللي فاتت ديت اسلحه كتير يعني ايه لو كان مثلا ايه تاجر ذهب مثلا بيرخص لو صاحب شركه لو يعني الموظفين لا حسب طبيعه العمل نفسه فبيوافق على الترخيص حسب طبيعه العمل طبيعه العمل لا ما انا كلامي بقى هو ان احنا عانينا في فتره يعني احنا كنا بنمشي في الشارع نتثبت يا فندم كنا نقف الفتره دي اثناء الثوره بقى اثناء الثوره دي القانون ما اتغيرش بس في حاجه اسمها تطبيق روح القانون ايوه تطبيق روح القانون معايا طبنجه مفيش امن في البلد فالمفروض كان القاضي حكم قف التنفيذ طب روح القانون استاذ هاني في الفتره اللي فاتت دي اللي احنا كان عندنا يعني وضع مترهل ويعني صعب قوي في الوضع الامني عندنا هل احنا كنا ماشيين يعني زي ما قال دكتور مجدي بروح القانون يعني كان في تهاون الى حد ما في تطبيق عقوبات ما هو لازم هيمشي بروح القانون لان كان دور الدوله في الوقت ده مغيب كان عندنا مغيب دلوقتي هل القانون بيستعين خلاص جه رئيس الشارع وفق الانتخابات رسميه خلاص بقت صلاحيته ان هو دلوقتي فتره الغيبه اللي كنا فيها لا بقت صلاحيته ان هو يدي القرارات وبعد برضو يعني مجلس الشعب ما يجي ان شاء الله يعني هيبقى في حاجات كتير يعني بس مصر يعني دلوقتي بدات تستعيد يعني وضعها الامني في خلال هذا الاسبوع اللي يعني تم تنصيب فيه رئيس للجمهوريه تاني يوم حضرتك ثاني يوم هو في ملاحظة لكن هل انا عايز اقيس ايضا كمان درجة امن الشارع يعني انتوا شايفين الامن في الشارع ايضا كمان يعني دي نقطة مهمة جدا لان احنا عايزين نتكلم عن البلطجة والاجراءات الجنائية المتخذة حيال ايضا هذه الظاهرة يعني الفزاعة اللي ماشية في الشارع كل واحد بقى بلطجي كل واحد بقى حتى وان كان هو بيعمل ده علشان قوت يومه اللي هو بقى صعب قوي احنا عندنا في مصر ان الواحد يحصل على يعني مصدر رزقه بقت الدنيا صعبة جدا ولكن هو في الاول وفي الاخر هو بلطجي المتعدي على الطرق وان هو ينصب فرشة او كذا هو متعدي وهو بلطجي حاجات كتيرة قوي في المخالفات ولكنها تندرج تحت بند البلطجة الإجراءات الجنائية في هذا الشق احنا محتاجين تغليظ ايضا فيها يعني لو بعدنا عن اغلظ عقوبة وهي الاعدام وما الى ذلك عايزين احنا نرقي العقوبات يعني بدل ما تبقى مثلا 6 شهور تبقى اكتر من كده هل احنا عندنا ده كمان وارد في التفكير هو المفروض يكون في تعديل تشريعي للمخالفات دي حضرتك يعني مثلا دلوقتي مخالفات المباني اتبنى مباني من الثورة لغاية النهاردة عشان نزلها عايزة 80 سنة الدائري اللي كان مثلا في حرم الطريق 100 متر دلوقتي المبنى على الطريق الدائري نفسه العقوبة 3 سنين القاضي كان بيحكم ب 6 شهور احنا بنطلب بتعديل تشريعي لكن دلوقتي حصل تعديل تشريعي بقى 5 سنين و 200 ألف جنيه غرامة ومنعه من الأعمال السياسية ولو في تخفيض في المدارس الحكومية الكلام ده كله بيتم إلغائه موضوع بقى اشغال الطريق، اشغال الطريق عقوبته غرامه. المفروض اشغال الطريق ده اقل عقوبه سنه. اقل عقوبه سنه. حضرتك قلت الامن. الامن دوت احساس يعني ايه؟ مش لازم في كل 20 متر يبقى في ظابط ولا عسكري. مجرد احس ان انا ايه في امن في البلد ان لو في حاجه حصلت طلبت النجده هتيجي ده بيقلل من البلطجه في مصر. هو ليه كان في بلطجه بعد الثوره؟ لانهم عارفين ان ما فيش شرطه في البلد. أو في شرطة بس مش شغالة.
هتحصل حاجه هيطلب اطلب النجده مش هتيجي. فهو الامن احساس. دلوقتي من حوالي اسبوع بعد انتخابات الرئيس السيسي، بعد اسبوع دلوقتي حضرتك على الطريق الدائري في لجان، واحيانا ما فيش لجان لكن الناس بتلتزم. فهو الامن احساس حضرتك. احنا شفنا تغليظ عقوبات حتى كمان على المرور، مخالفات المرور، يعني احنا شفنا يمكن التغليظ كان جاي اكتر على الغرامات الماديه، وايضا في كمان والله في عقوبات بالحبس. نعم نعم، ده يندرج تحت نفس هذا البند استاذ هاني، مش كده يا فندم؟ اكيد طبعا. يعني احنا هنشهد، ما خد بالك برضو احنا يا دلوقتي احنا عندنا صحيح انفلات امني محتاجين لعملية التغليظ بهذا الشكل، لكن إن شاء الله يا رب نأمل إن مثلا سنة سنتين ويعود الهدوء والاستقرار للشارع المصري يمكن أكتر كمان من الأول. هل ممكن يحصل تراجع وقهقرة في القوانين؟ تتوقع ده أستاذ هاني؟ لا طبعا. هتفضل القوانين صارمة بهذا الشكل؟ عشان الشعب يعتاد إن هو يمارس الحياة الطبيعية بتاعته بدون إثارة فوضى. القوانين دي اتعملت ليه؟ القوانين دي اتعملت ان انا المفروض انا شخص محترم، تمام، خالفت قاعده قانونيه يبقى ملزم بجزاء. صح؟ هو ده الطبيعي. انا عايش في مجتمع، فلازم المجتمع ده ليه عاداته وتقاليده، ولازم القوانين دي تكون صارمه على اساس ان انا لو خالفت القاعده القانونيه في المجتمع. تمام. طب هي في نقطة أيضا كمان عايز أسأل حضرتك فيها دكتور مجدي، ولكن إحنا عندنا حتى ليه التذكرة نشوف كده مع مشاهدينا الكرام، يعني النطق بالحكم في قضية اللواء نبيل فراج، نشوف الأحداث كانت عاملة إزاي ونعود مرة أخرى لضيوفنا الكرام. بعد زي ما شفنا كده مشاهدينا الكرام الصيحات بتتعالى، الله أكبر الله أكبر. دي كانت حيثيات النطق بالحكم في قضية اللواء طبعا الشهيد نبيل فراج. نعود مرة أخرى لضيوفنا الكرام. إذا لما بنيجي نغلظ عقوبات وبنيجي نسن قوانين أو إن إحنا يعني خلاص إحنا اخترنا هذه العقوبة لهذه الجريمة ما بنرجعش فيها مرة أخرى دكتور مجدي، وده ما حصلش في التاريخ أعتقد. لا ما حصلش. ما حصل. إن بعد كده إن إحنا نقول لأ نخفف بقى إجراءات لتخفيف العقوبة على إجراءات جنائية. هو عملها الرئيس مرسي بس، كان متهمين في قضايا جنائية وقضايا مخدرات وأصدر قرار بالعفو عنه. طبعا دي كلها مخالفة للقواعد القانونية كلها، وصدر قرار برجوعهم للسجن تاني. طب يعني من خلال حتى دراسة حضرتك في يعني أنا أعتقد يعني دراسة القانون الجنائي، يعني حضرتك دارس سلوكيات علم اجتماع البشر وأنثروبولوجيا وحاجة زي كده، من خلال دراسة حضرتك يا فندم الرجوع في مثل هذه القوانين أو تخفيف قوانين أو عقوبات رادعة بيعمل إيه في المجتمع؟ ممكن يؤدي لإيه؟ بيؤثر بالسلب على المجتمع. يعني مثلا قضية اللي هو نبيل فراج ده راجل اللي هو شرطة المفروض يقعد في مكتبه وما ينزلش
في المعارك دي كلها والراجل نزل وقتلوه، هل يصدر حكم بالاعدام ويخفف بعد كده؟ طبعا لا. العقيد عمرو عبد المقصود، الراجل ده انا كنت اعرفه معرفه شخصيه، ده كان شخصيه محترمه جدا الله يرحمه، قتلوه وذبحوه واحدى السيدات من كرداسه تبولت عليه. ده يصدر حكم بالاعدام وكده نخففه؟ طبعا لا. انا اتعرض علي احضر على احد المتهمين في احداث كرداسه ورفضت. السيده دي اتقبض عليها يا فندم؟ بتحاكم دلوقتي، بيتم محاكمه. طب استاذ هاني، حضرتك لو هتبقى قاضي وهتحكم على واقعه غريبه زي دي او هذا التصرف الغريب من هذه السيده، تحكم بايه فندم؟ او بتطالب بايه حضرتك؟ تطالب بايه في اجراء عقابي ايضا على هذا التصرف؟ حرمه الشخص المتوفي ايه؟ طيب احنا عايزين نلخص في نهايه الحلقه الجرائم التي نطالب الان ونعلي صيحات بانها تكون عقوبتها الاعدام في هذه الجزئيه، ولكن يتبقى جزئيه اخرى، ان في ناس او في اراء بتطالب بان يكون قسم الشرطه او الضابط او الناس الموجودين في قسم الشرطه لهم حق التصرف في بعض الجرائم بدل ما تصعد. يعني يتصرف ضابط الشرطه في الجريمه؟ حضرتك معترض على هذا ولا حضرتك محتاج تفسير؟ لا محتاج تفسير. يعني ضابط الشرطه يتصرف في قضيه؟ طب استاذ هاني ممكن يقول لنا التفسير؟ حضرتك سمعت عن يعني هذه المطالبه؟ لا، هي انا بقترح حاجه معينه يعني. طبعا دكتور مجدي عارف طبعا الواحد لما بيجي يعمل محضر في القسم ففي انواع للمحاضر، في محضر شرعي، في محضر جنائي، في محضر مدني، في محضر تجاري. نعم. لا، المفروض اعمل حاجه اسمها لجنه تسويه او فض المنازعات. يا استاذ هاني خبرتهم ضعيفه. لا، ما هو ضابط شرطه معلش ما يستلفش في محضر ده، بيعملوا نماذج. نماذج، ما هي دي مشكله. قضايا المخدرات كلها اللي بيعملها بلوك كمين مباحث. يجي ضابط يتصرف في قضيه؟ ما ينفعش طبعا. والضابط هو ازاي يكون خصم وحكم؟ الضابط بيعمل المحضر يحكم في المحضر؟ لا يجوز طبعا. اما احنا لو جبنا لو وكيل النيابه، وكيل النيابه لو حقق في قضيه واترقى بقى قاضي لا يجوز نحكم فيها، بيحل القضيه تاني لان هو حقق فيها. ما ينفعش يحقق ويحكم. يجي ضابط بقى اللي يعمل محضر وقد يكون محضر ملفق ويحكم فيه؟ ما ينفعش طبعا خالص. لا، اما الضابط انا وجهه نظري او الاقتراح بتاعي لجنه التسويه دي بنجيب ناس حقوقيين بيفهموا كل من يعني مثلا في موضوع شرعي ادي مثلا الشاكي والمشكو في حقه. نعم. ويقعدوا يفهموا ايه الابعاد الموضوع بتاعهم ايه خلاص قربتوا خلاص يعني وصلنا الحل خلاص اوكي، ما توصلش الحل يبقى احنا بنبدا بقى اتخاذ الاجراءات القانونيه او الطريق الذي رسمه القانون. دي زي قضايا الشرعي. زي قضايا الشرعي يعني ده بيبقى مقترح احسن بكتير، ده هيوفر لي كمان ان ضابط شرطه الضغط المعلي يعني قلص التكدس اللي موجود في في باحات القضاء والمحاضر الكتير والمحاضر والوقت اللي احنا قعدنا نتكلم فيه ان الاجراءات بتاخد وقت مطول نتيجه ايه؟ نتيجه الجرائم الكتير اللي هي معروضه قدام القاضي، فبالتالي كل جريمه بتاخد وقتها. والنظام ده مطبق في فرنسا اللي هي التسويه الجنائيه. التسويه الجنائيه؟ او المساومة على الاعتراف. بس يكون الـ الـ بس في جرائم معينه يعني ايه؟ في هذه التسويه الجنائيه هم متخصصين ويتم اختيارهم ما تكونش قضائيين. قضائيين مش ضابط شرطه. مش ضابط شرطه او حقوقيين يعني اللي هم خريجين حقوق بيبقوا ليهم من الخبره ان هو يقدر ازاي يعمل التسويه ولازم يكون ليه قبول عند الناس. ايه ده؟ يعني هندخل كده في زي ايضا كمان التحكم بالطريقه العرفيه الى حد ما يعني؟ مش هي مش طريقه عرفيه بس احنا عشان ما يبقاش في تكدس في القضايا بتخليها في بيع وبيعمل حاجه اسمها اطاله امد التقاضي. لا انا كده بوفر هو حضرتك بتقولي ايه الحكم عن طريق العرف؟ هو ده بيطبق في مصر بالفعل عن طريق التحكيم. نعم، التحكيم العرفي. نعم. لا مش تحكيم عرفي، في تحكيم. في تحكيم. يعني لو في خلاف بين سين وصاد فسين بيجيب محاكم وصاد بيجيب محاكم والاثنين المحاكمين بيجيبوا محاكم مرجح والحكم دوت الحكم التحكيم بيصدر وعليه صيغه تنفيذيه. طب التحكيم ده بيتم تحت اشراف ايه يا فندم؟ مش تحت اشراف برضو المحكمه ايضا كمان؟ يعني لو صدر الحكم بيصدر بصيغه تنفيذيه عن طريق المحكمه. بس المحكمه ايه؟ بصيغه تنفيذيه بس. لكن الحكم نفسه بيصدر من ثلاث محاكمين. فده هو تحكيم اشبه بالايه؟ بالاحكام العرفيه. ده بالاضافه ان في تحكيم. احنا هسمع منكم بقى تلخيص العقوبات التي تستلزم وتستوجب الان فصاعدا حكم الاعدام. التحرش. التحرش ده اساسي. هتك العرض ايضا كمان طبعا من باب اولى هيكون الاغتصاب. ايه كمان؟ جرائم مدرب امن الدوله من الخارج والداخل. نعم. جرائم حريق العمد اذا نتج عنها ايه؟
قتل احد المجني عليهم، جرائم التجسس، جرائم التخابر، جرائم القتل بالسم. اعتقد دي هي كلها معظم الجرائم، دي كلها الجرائم التي تستوجب حكم الاعدام. نعم. اذا معنى كده ان كل هذه الصيحات التي تتعالى بان لا ننظر للأدمية و يعني نحن يبقى عندنا هواء دولين في الحكم، او زي ما بيقولوا كده يعني حقوق الانسان زي ما احنا كلنا عارفين. هو فين حقوق الانسان لما قتل؟ وكان فين حق الانسان اللي لما هو قتل؟ لما هو قتل ايضا كمان. فيعني الحقيقه شيء مش مجدي عندنا في مصر، وان كان مجدي عندهم كان من باب اولى كان طبق، او كان زمان حجم الجريمه اندثرت في هذه الدول، ولكن الجريمه لا تنتهي بهذه الطريقه. الجريمه تنتهي بالفعل حينما يذوق الجاني ما ارتكبت يداه. اشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي سيد حسنين نجم استاذ القانون الجنائي، بشكرك يا دكتور. ايضا كمان بشكر استاذ هاني طنطاوي المحامي والماجستير في تسهيل اجراءات التقاضي. اشكركم شكرا جزيلا.